سلام تختات التنايز شانل كما يتخونو سنك تكون انا وتر من يوت ايو ابدا فيديو زيا العلا قداس نزلو من بتاعتي هي غريبه زلهو حركه باتم حدا عبي بوليتيكانيا ناي رشا تغنا قاني ناي بوتين زنبر زبهال ابز حلف معلتات ميتلو معرابه وعالم ما راح تناي معرابه وعالم دما عويلهم كوي جميرو مالو اكزاكتلي كم زي لهم بملهم تميديا ناي معراب زعبوك زارب كله بقمت قالك حتت كتكلال لك انتي تدحر مقاره جازلو كان حاتت كم فتنينا ابزا فيديو زياده ما بزح مل صوت راح بيهم شو رايقنا يكونن انتي تعلمان من تاين مشفاني نابيق كان مخاديو سو ابز زرب حجك رينا حركه ابتي قاطي مزلو بوليتيكنيا ننوي حوان حرا عبي بوليتيكال تريت اي نبرني بوتينغن اغداسي دقف زنبريو بدحر مقاره جامن يدقفون يروسلم تاينكم زول زلو ناي بحكي بوليتيكنيا سلازمو تديو اب يوكرينز موته غازيتنيا بفصم زتشفن حبريتانا توكن باكمينا لعل كل دما وتهدراو كنتات امريكان يوروبا كتبو تخل كتبو زي تخل اب يوكرينز غبرزلو مسحاب اتقاب اب مونغونزلو ناقف حي قيدالو اب ميونيك سيكوريتي كونفرنس تساتيفانيرا ابوز غبرتو انترفيو بوخن جمرينا مخنياتو لكنت كناتنا يوكرين كمون ناي تشاينا سلستنكف زدما اب عالم زلو درجه نا امريكا وكرينا دحرينا بتي زين حلفنا زياتري وازلهم امريكا اباي بوليتيكنيا نانسي بولوسي تبهاليا ناتا انترفيو نيشتي كفالك اسمعكم كم جمري لايك جبرو بليز سبورت جبرو زي شانل بانجلش تحسوتات كفالنا زي فيديوهات ابدرار فور افريكا لكم ناو ليتس ستارت وذ ذيس وان فيرست We have to if it's not too late. It's not too late. It's not too late. I don't believe it's too late. Not at all. Not at all. Russia has had 2 years to strengthen its military. Yeah, well, they to build up its war economy. They were going to win the first day. Remember that? They were going to walk in and rose petals and all that stuff. No, it is not too late. In fact, put me in the corner of those who say, when people say, well, maybe they should negotiate. No, they should do what Ukraine should do what they want to do. They can't go on fighting and dying children. Forever, can they? No, but don't rape my women, kidnap my children, murder parents in front of their children or children in front of their parents, have brutality. This is Arabazity. My goodness. زيان بوليتيكنيا تاتياتم زيان حانت كابتي كل قزينة توقن عقر قرن نخلنا واحد دليا قال كباب تيسا عمد كاريبا لا بوليتيكا للا عربا عمدها بوليتيكا غيرا لا سلزي اتقايم ناي بوليتيكا ناي أمريكا بتاع ميزا قدس نتوقن ناي يوكرين نكغتل زتافو وزولو نبينيو عبز خلو ما اتمرحتنا يوروبا ناي أمريكا بزوحات بوليتيكنيا تات مرحتنا يوروبا مبزحتهم تساتفهم كلو تهزقال لسي كما يجيرنا سلاما ومفتحين قبره لكبل زخال ما راح يلك It's all about وق يوروبا كما يجير كتحطق انتهيات وارتا قزانا حايش بين تجمرنا حايش كريكمي And then among what تكونتات تي إذي بلوتيكانيا راشا مسموته بمولو تزينا نفتموت نايتي سلام انتهيت علامة كن رينا أجندا كما يجير كتغير كريكمي هان زيان اسمعيا حجي ترى لحطوك حتى سلو زخونه Throughout the using all of that personal brutality as a weapon of war, take land and then say, now let's negotiate. No, we have to win. Victory is the answer. And again, whether that means making our weapons smarter in addition to more. So تاتب لكم الله victory بجد بزيس رسي تعال نقري لنا قد إن كنت سأر على نكتب الكلا وداي يكون زواج غازلو وي حواي يكون زواج غازلو سلامتكم تبدأ لا نسا الأما رشاق دغم الله نراشق واقواي دلينيوم نراشق الدخم سلزلو كان عجز علينا نيوكرين نيوكرين ونك حجز دلينيوم زلو بتذهبنا لكم غيرنا تطافوا ترى الدخم ولا يبلوا مالو تبوليسي جن كل جزي نزي مسل دحان قاصني له عمل لكم يا كم قال لكم يا تبوليسي ناتم تيمان having more boom power in addition to distance and speed then we have to do it one way or another but it has to be done because it's not just about democracy in Ukraine that would be reason enough god bless president Zelensky god bless the people of Ukraine for their courage and their determination and their strength but we have to win that victory must be soon so quality wug nati na america military industrial complex betami zogolgolo nero zidma kam alama nati nati industrial capacity natom nemhnat in terms of ikotaba won kamay gerom nazu konatat na wug abtnatom rabha engineer gerom kam zatu america wayan kan rina tsani hilna hangin hji bzaabani tok hatta inziya kfal ziya traye kareekum delinere In the last few days, the head of Estonia's intelligence service has suggested Russia will now seek to double its military presence along its borders with Finland and the Baltic states and do everything, he said, to try to destabilize NATO's eastern flank. There's also been a whole spate of warnings that Russia will, over the next few years, attack a NATO country. Is NATO ready for such an attack?
It isn't. So, Russia, Gajif Zhona with Hadrawi, Haili, Abti, Baltic Hagarat, Bala, Estonia, and Kalut Hagarat, Abuk Arriba Hamzella, Komuduma, Tuat Hadrawama, Azia Abu Hamzello, Afrainet Nayat Waratown, Bazihu Kamzello, Bumulomtum, Abmunik Tesati from the Arab Conference, Hadab had in Russia, Kodnuilo Maikonun, Kam Herfer Hinch and Katins Wotzaraba, Beta Gagami, Nazi Internet Darga, Abit Oneiro, Abti mainstream media, M2NMZ. CNN BBC items I'm 20 مغنياتو فري سب حيلكم زلوم كجي سعرهم زلوم تريم كنغرو حاز دليو كونفرنس كن منال بعد بتعصو معاتو دزاربو خال خوني ابتز بخو خلو كن فريكم زلوم حجي انت تقول تايبل لو نيتو ساق من لودو رشا بغسي لنا حنت اكل نيتو انت حريماتا بزخون يكون منغدي نيتو سي نفسك كلا خال عمل لو ودو نزبل حتو كتملس كلا سمعوا عقم خمسة يبلو خنا جراكم يكون ماجي بريزنتي ساس بنتش أرت زاري منيرو نيتو عقم يبلون هجي كهانس وظفتنا زلويم عقم زبهال يبلون النيرو سمعوا ماجي NATO is, but NATO doesn't want to have such an attack. It would be a brutal thing to engage in a war between NATO and Russia. The important point is for us to help Ukraine win the war, because, as you know, his appetite is insatiable. They said of Catherine the Great that she carried her borders in her suitcase. Wherever she went, that's where Russia was. And that's what he's trying to, I think, replicate a few hundred years later. But NATO is fighting years of underfunding, years of neglect, years of... I don't see that as running down its forces, its numbers. I don't see it that way. Britain can't even put a division of 10,000 fighting men into a war theater. They may not want to put them in a war theater. We haven't put... عصرت الشعوة وتحدر كمان اعتقوا أب جنبار كبت زي كل نعمتات وخل باجي زي نبرو ترسي أنتوا قاعدين زي نبرة ترنافة حج تنسيو وتحدر أو عقم هنيسو مصر عشان قدرت مزخل أورجانيزيشن هيكون النيتو يزبل هذا الله السيد ما تحكي I think زيا قد ما خلت عمد دي قد ما عمد زكبرة انترفيو بريزنتس أبزي أمتي لكم نيره بإكزاكت لكم قليت وانيرو نيتو زبال يلا انت بالكلو I don't know Kabir Hibonisu, but the reality is the Kabushin, a German, Abi respected politician, journalist, Sahatzolo, Tablalo, the Abbaina America Politicania, NATO highly balloon, Misrasha get them the Latwari balloon, what had the Rouser out of Nume Gemmery of Tarihu, this Ashi Hasalifu, Sultana Jamirulo, after Sultana Kadahaload Matanaga, this is Bala Marahab, at English Bahala Zinabara, Hunted the Serat and Hat, Hunted Mamsaba Gasatogotia, Selezi, Osain Sabar and Hiskasi, Moha. أبكالي انترفيو أب ناتي درار فور أفريكا لا تكون كيتكم رأيوا أبو دم أبوك عز عربيهم التي ولاتي نعصوار أب ستورز نبرم أب مخازينو أو ردومو زنبرم بمولو أب يوكرين سلسطة كمو التنيتو زبهر أغم خمزي بلا أب زوانزي سلزي إن جنرال تريالي تزيو حيلي لنا قلل لنا بأفوم يمزارب زلومر أب ريالي تأغم خمزي بلو التسكرتارنا التنيتو تو مخبل حجي بغلط في كسر راح زلوه نابلي تزرار نيرو سلزي التنيتو زبهر أغم يبلون إيروبا دما really up abi travel at your comes always in a car for people in the war theater the whole point is of NATO isn't it that they fight for each other yeah but you know what, I mean, the troops they can't do that I want to rid you of your negative attitude in terms of this this we have the resources Russia is a big European army NATO is a as I said it was President Kennedy what we can do working together meaning making our decisions together in collaboration and not condescension and I think that we're poised to do that I'm very proud of what America has done I'm proud of what Europe has done I think Europe has responded in a very strong, positive way. Putin should take no joy in how he has been. This war has turned out. He was going to win. Putin سعروام أبدر كوخيد ناتوم تقول زفكروا بغط أبا كلم سوى زحسبو أي كان اللومن بغط هدراو عقمي كمبر كوخوا زحسبو أي كان اللومن أب علم بتنسلو كنسلو زفتنو نبعلم تنسلو سلزي أب كل فرونت بوتين كملومي بوبولار كوين اي فلتنيم اب عالم يكون اب هاغور يكون بتعمي بوب حبوبنت كمزلوان كبر كمزلوان نتنا عالم كيف تنا كمزي اب كنت جلس زلو حدا سب بقى خي قرب كاي ازي خطفر وزنا بركا مستنكف كاي غن باكو خوين صنحي نيتو كم خويني صنحيو معدي حاصوارات ناتوم نا امريكا زو كل زربل زبر اصوارات اب جنبار ني اوكرين توهيبو بفصم لو تخمس اي كالن حنت تا جنبار نبرع كابزي أخوصي يبلوم زبها زنبرا نعات الرحريحهم ناها دومو معات فيديوهاتات اللي أفزو خمسة عالك ما يكلني يوتيوب سنة دي فتو سنزي سراويتنا يوكرين أسوارون قلما لنقودي فحادي مو خمدوطة زقالت فيديوهاتات أب إكس بزوحي واتعالو سنزي ساتوم أبز تعكيبهم نيوكرين نيوكرين كحقزوان ريديا اللون أفزوان زي أمريكا أبي الله سنزي نعمالاتيو أب حاوت أبي سما رح الدخول لا توعو عيلة
نساتهم دما أزليقهم مالت زيادة تاجيم دما كم زيادة يعني راح أبكرهم كم زيادة تاجيم مسهم زفلتوا أب حويت أبسوها تسعنا نسخة شعور نساتهم يقوتوا مالت Money to Ukraine is the cheapest possible way for the U.S. to enhance its security. It's just, it's absolutely, the fighting is being done by the Ukrainians. They're the people who are being killed. The U.S. and Europe are supplying them weapons. Giving the money to Ukraine is the cheapest. Assalamualaikum, Ado. Genza Mahab, it is a hasar man gadiw. Nahana, mokhaniyatu zumotunla, Ukraine awyanum yatul tanya. Hajjina malasab the main topic natna. أبسي حدا عبي بلوتيكي نعميت اللو زدما زتري ويغم listen now زي أغد أسنز اللو فيديا Russia's prison agency says that imprisoned opposition leader Alexei Navalny has died. The Federal Prison Service said in a statement that Navalny felt unwell after a walk on Friday and lost consciousness. Russian officials say medical staff were called but were unable to resuscitate him. There's no immediate confirmation of Navalny's death from his team, however. Navalny was serving a 19-year sentence on charges of extremism, something he denied, having called all legal action against him politically motivated in an attempt to silence his criticism against the Kremlin. In December, Navalny was moved from his former prison in the Vladimir region of central Russia. There's no immediate... So, Alexei Navalny, the Bahal had Bimirabayan Hagarat Aziz Tafatawai, Putin Ketikilom Zahazaywo, Wikaz Deliwo Zinabaru, Marahinai Rashayu. زيات حكي كم جمبرح نقركم أبز كم تقول كلنا كم خبر لكم كلها مس يوتيوب بزحت مكرر سلزلة نبزح فيديو تاتنا تيجي شرح كوس سلزعت وو كي قرب كوا خلوه سلزي بخمس سلزخنة كم تقول كلنا جن ناي نازي مس نازي ركب كم زلوا بزح فيديو تات الله تداي مالتيو ناي تهيت لراوي تحساس بعزلوا ناي كم عينة بارتي بزح في سلتاتنا تو أب تويتر يزورالو أب تويتر تلاو ريهم اللهم سو تداي مالتيو معرباين هجرات قبل بتعمي أمريكا بتعمي تفتوى إمباكت كم زبال ناي سي آي أوبراتيف ويكام سي آي ركب زنبرو نساتهم نبوتين نمالي زدليو زنبرو مراحي مخاني زنقر سلازي السبزي راشا كم هجرة من البعد كنو عسب راشاويان زدليو ونخون خلي no problem أمريكان إيروبان بزعب حادة بلوتيكانيا بزح ناي كالا هجر كزارة بتجميرهم درجي بقمت على مخان خفلت لكم اتسابتي نربحها راشاوين ديكونا نربحها ناي امريكان ايروبا زيقال اقل بلوتيكانيا مخانو نساتهم زي تاقعونو نفعين دحري لهمكم بقمت على تراي رايوا حدا عبي ما افريكا ومراهي شمو تفلتوا من البطا بكومين تحافن تايلو امريكان ايروبا اندحرني دومني نهزبا يقل قليا اللقون مالاتيو يلو تزاريبو اب سساتاتي سبعتاتي تمرحتي تزي نعي كندا نزقبو هزبا يترايو أوروبا أمريكان تري دومكا مقلقل ناتو منبر مقلقلي ناي هزب خايكون كامالوتين هزب زقلقل مراحة دما بمعربين هقرات عفتوني بزعق زيه زيه عطولت لكم مفلالين زيه سو بخالة زر أربا نهزب نامزم زيه نعم زقلقل كون بوبلار نفع مراحة قيرو ميم تقصوه سو زيه عطكر لكم سو زي سبزي بمماتو بتعمي أزارة بخوين الله أبتي مني كونفرنس كلوي ميتو هجي ببحادته مراحة استزاربوه سمينا ببيت فردنا راشا قبلنا خوينو أبصر بيت نيرو نعسرت تشعت عمل تفريد نيرو أبتصر بيت ميتو راشا دما نتز قتلست إنفستيجيشن كنا كايدولنا سلام تاي ميتلو نتاج قاتي مو مصنع تانا كايدولنا إلو مالو رزي بوتين دي قتلو حالو دي قتلو كلا رسي هجيجن اسمعز. You know, like millions of people around the world, I'm literally both not surprised and outraged by the news. Reported death of Alexei Navalny. He bravely stood up. To the corruption, the violence, and all the bad things that the Putin government was doing. In response, Putin had him poisoned. He had him arrested. So, بدعمي بايدن بزموت زي نايز بوليتيكانيا بدعمي كم زحزنن لبو كم زهرمن تي تبعات ناتو تي نمارحنا ناي راشا زنبرو عبيد تقمت زنبرو مراحن بمخانو بدعمي كم زحزنن يزارب زلو سلاسان على سلاسان حمشن شح حساناتن أديتاتن أب قزز متازة لوجنا يحزنون كساحج بزعبوي تزاربن. سلزي زياتهم بفتهم كتعمنو من إني خد سمعو من زي سنبريم. The same president in America بزعبانه راشا وتزارب زلو أمريكاوي جازيت إنيا أب يوكرين تهجاتيمو بزعبو بحميل زي تزاربي جونز من هذا. He was prosecuted for fabricated crimes. He was sentenced to prison. He was held in isolation. Even all that didn't stop him from calling out Putin's lies. Even in prison, he was a powerful voice for the truth, which is kind of amazing when you think about it. And he could have lived safely in exile after the assassination attempt on him in 2020, which nearly killed him, I might add.
But he was traveling outside the country at the time. Instead, he returned to Russia. So absent that captain of Ukraine, April, the Malaysian after Russia, the Malaysian again, to talk about NATO, to get a man out to you can think I can call ملو جزيه هيبو بزعبازي راشاو كزارة مفتانو دحن تنينلا the same عوشت عدوم زلون كونتات ناراغا مو كالا عالم زلوز اقامات بلوتيكاوت اقامات ناراغا مو بفلا يابغازة زقبر زلو بيوكرينز مو زلو قديف كونتات كتفتع زيك عالك هيوت معالتاو زهلو زلو بزعبا حدا بلوتيكاو ناي راشا السبزق موت نيروو قبوي بلي اللغون ببيت فردي تخيك لانيا فردك وهابو ناي راشا كونتاتيو كل حقر ناتا زيغتات مسرب حازي كي تأثرن تشعون كمزالان فلتنا تابا أميركان لعلي تشعوها هاقر دمائل كمزي ملاغتو كخونك فتنية بلومن Return to Russia knowing he'd likely be imprisoned or even killed. Reports of his death, if they're true, and I have no reason to believe they're not, Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. Alexei Navalny had been an extraordinary fighter for human rights. Zakhana Canada you zaka btami flui marahiyu zighati really tahakka kabzi zmat kull atom ziyom kzara btajmira something is a moment our resolve stand up against Putin particularly in regards to Ukraine but stand up for the values and principles we believe in a world that is more challenging. Голос пана канцлера стало відомо, що в російській тюрмі Президент України, of course, is concerned. I am deeply saddened and concerned about the reports coming from Russia that Alexei Navalny is dead. All the facts has to be established. We should be clear about what has happened here. Putin's Russia imprisoned him, trumped up charges against him, poisoned him, sent him to a Arctic penal colony. And no one should be in any doubt about the mind. The trumped up charge, and that is because of the regime now, and not recognize it for the truly dreadful nature that it has. This is actually quite tragic. So, come here, Zelena, Kulom Tom Marahti, Bizabaz Marahazi Zarabolo, Selezi, Satom, entire agenda Hamzanabro, Minagraka, Motnatu, Kabiri, Subcaps of Ifilenu, Ziatra Dark Mala, Subcaps of Ifilenu, Talos about Kumotolo, Bufusum Zabom, Kolezibilin Zahasiman Zele. كم زيوم قال سبات كم تخلو جن زيا فلالينا هنرد علىنا نعتوم الجندا زرب عزنا برو كم تخلو يو you know there is this video تهري أنا بكالك سكري أقعد أس فيديو لاتني شو ما هو Alexei Navalny the Russian opposition leader as he is usually called in the collective West is dead he died somewhere in a Russian prison in Siberia and the collective West media is now going mad about it absolutely mad it is February 18th 1 p.m. here in Japan, and that means that February 18th hadn't even really started yet in most parts of the United States. And just look at this. The last time the New York Times talked about Navalny was on December 29th, when one of his associates was convicted to prison. And then February 16th, since then until now, there is 30 articles in the New York. You see, this is the evidence. Had a netinatum agenda. Zegel gilzele berwey mistinatum agenda zakhay tukhoynu. ጋዜጣታት በዛዕቡ በቃ ኩሉ ዝበሃል ክበሃል ዝግቦ ዝፈልጥ ዘበለ ኩሉ ሰብ ብዛዕቡ ክዛረብ ክኽእል እዚኣ ድማ ፓርቲ ናይቲ ክለብ ከም ዝነበረ እታ ክለብ ብድሕሪ መጋረጃ ተመሓድር ንዑ ትደሊ ከም ዝነበረት ፑቲን ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዝነገራት ስለ ዝፈልጦ ቀልጢፍ እዩ ዝኸልፎ ክቐትሎ ነይርዎ ወይ ከምዚ ክገብሮ ነይሮ ማለት ኣይኮንኩ ነገየን ሕጂ እውን ሕጊ እንታይ ዝብል ሓደ ሰብ ብቤት ፍርዲ ተቐቲሉ ከይተባሃለ ፍርዲ ክትብ የብልካን እዩ ዝብል ديوم لو لذي انفستيجيشن تغيروا انتي قاطيمو كي تفلتي تقاد هذه كابسول وسانه تطيبل كان حقنا اعطوكم يزبل حقنا مرا بعالمكم يزبل لذي تخلعت افكا كم قتال غير كم زراب از اوريدي كاب حق وصاي زرباوني حجي حنا نقذفصو بزعبازي رشاو بوليتيكنيا زتصحفه كومي يلن حنا نجي قال كلا ايفيدنس كبكم يزي times about the death of Navalny. It is utter madness, and everybody who has something to say by now has spoken out about it. Even Joe Biden apparently already threatened consequences over Navalny, although the Guardian admits that he has very few options. The collective West is of course already blaming Biden. Btadagagami abi consequence weka gibra melsi ni Putin kbom khanom gin baaf kamber tkut gibra tkhil kull gier kayaqa law tsra dems al kamber kull tgerata atikale nabrasha zhasbo gier mem it didn't work sar hallo michaelen selezi kabu wtsa intayem ko gibra hji we have to see
blaming Vladimir Putin himself for the death of Navalny, although spokespeople for the Kremlin have said that they don't know what the causes of death were now. But of course, the West is already putting all the blame directly in front of Putin himself. Apart from what really happened and who Navalny was, the way that the Western media portrays this at the moment is so extremely hypocritical that it just hurts me personally, and it insults our intellect, because for the last 10 years, Julian Assange has been rotting away, first in the Ecuadorian embassy in the UK, and then now in a prison in Belmarsh for the last couple of years in solitary confinement. This man is currently being tortured to death, a very slow, very painful death. بزعبان من زعرب اللون this really really هم كلتا evidence كنبا كمينا تي تزيقو بروزو اللو عقباب كساب كنديز حزن مخانو كلتا نقرات كريكمي look at this journalist first. Hopeful things that I have discovered is that nearly every war which the collective West media basically still ignores, and the other one that is being collectively ignored is of course the death of Gonzalo Lira. Hopeful things that I have discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it. If they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But had a cap tap here with a Z, Julian Assange. Had Casillozo say, I was on Captain Mangusin, I'm a Habu Abrita, I was on Kalis about James Habogan up to website now to Zergiwa Weekly Kisabal. Salazi, Tabrita Zedema, Bumulu, Hak and Zenabari, Hasotai Nabaranau, the Weka, Menalbat, Tosa Maragagos, the Leo Wilma, Gelenegger, America, Captain Isilia Omer Babnata, Menalbat, Hasiaz Roboto Weka, but Rickles Roboto Silas Firani Ratonia, the Tabrita Capsilian America's was a كلتي تبعله كل عوز وس حكيك بلاك مايكلني من هات أمريكا أمزيز عوز وسرته ويكات سلية دم توه خلو ونخون خلي كل تسلية أنا أمريكا درب حكيك من لين لنا بحفش أجن تحبري تاتي أمريكا كابانا سلمتها وتش خمد أمبر حسوتي لا كتجمت لايك على تن تعالى نسيب كنا نوتيه زين سبزي جازيتنيا حبري تاز وتش أي جبن هنا يفتح زمن تايجن جرمه هي وتخلى بلاشيو ما مالك كسب الجريمة بسرابي أبسرابي تعلو بزي زخون يخون فرد مالك the same قازيتانيا كندز الساقي يزلو هجر يوم بزعبا بوتين زقبرو زجارة بزلو تعرف اللي نتعلون كابام إذا ترى هيكنا يكونن أصلاً شن تعرف لالو أبزي زربا تعرف تاني حتى أنا في وقت استمركوا كل زوج قابز حلف عمت هذا قاتمي بحصتنا ميديا إيمج تمام قمنا الميديا زعبا زلي بزعبازي قازيتانيا بزوح زارب اللو كل قزي حسوت كم زلو كل توق تغيروه بحق عنده دزاربنا يروم نتينا قرب بحق عنده زحطمون يروم وقع عيمة جمران نتوق نخطايتكن حسوتن بروباقاندا بمقبار بغميز جمر سلزي قازيتانيا تات ويكات زحطم تيناي مدبراتناي تلفجين ساتم قدعموت ما بقسي ناي وقع مخانو نتوق نخغون كل قزي قوس قبرو مستجمرا خاططو نخيبل كمزو خمز النابلو زغطلو سو مخانو تجاري بنيرو لذي دارقا بمول أمتم أب سلطان ناي منقسن ناي سليهان زلو أنس عرو سلوزن بوريوم هيواتو أبلاشو مزلو أبزوان زي أوستراليا أبايتون أي أوستراليا ني كابت زلو أوتين أوستراليا نخمز يسعر للو نالبات أسفان تلومبر هيواتو كل أبلاشو ميم سو اسكا نشتين اسمعي يكمل لسينا شو What does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be full. Hakarama Husbi Wugai Fatunyu. Today Hasihayo, I Fatunyu. Kale evidence Kabakumin. How the US should stand up and support Ukraine because it's democracy versus autocracy. Inconvenient though for the Biden administration and the media is that Ukraine, not that long ago, was openly acknowledged as one of the most corrupt countries on earth, and that its democratic foundations were, shall we say, less than sound. This doesn't mean that they deserve to get invaded, but it does mean it's not the Disney story that they want to tell you when justifying. Zaba Ukraine is Zarab Zalo. Ukraine. Ukraine kwa go khallo American European Times blu we are defending democracy democracy na khasbah bihin an haqza lana yblu Ukraine gem betakel democracy dem enta aynat mehdar allo kabrasha zifilnta mehdar asle zello mem democracy qoyno abkutashan 14 hizbiz meratso marahi bilwa mengist aliyo na atom mengist zgeberu CIA malet bilwa mengist ham zgeber ze wel document dem na America bna CIA it hizbiz meratso mengisi misrasha khasar azdal ze nebere marahi nu fankilom aliyo ناتهم من قصيرة مالتي إذا حبوتين أبز حلفون بب بنوح حب تربيه إذا قالوا شيء مالتي. So كما قيروم كبقعوا تراك يكونه تواسع حدا نادر ما زنا برامتيهم زلنسك مالتيو تواسع ترذنا برين عمتيهم ترى ذا كونس زلنسك زعمت زي من رجع خكاية قبونيرو
ناين قبرنا أسقاقيرنا إلا نايلو راشا جن أبز عمتزي من رجع قبريا نتنا راشا ديمقراسي زيام ديمقراسي بلا من حسود بلا 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 نتي نمن رجع كانسل جيرو نتي هاي مانوتنا أرثوذكس عزيو تلفزيونات كلنا عزيو بتانا تتقول قلت رأي تخيز ولا جن ديمقراسي بلا خلو كابزنا لعلي تعرفي إنتي كله خون أنا ديمقراسي قينا ما يكون ما يقدسني نبزو أنا ديمقراسي مشكك مهان ترى يتفل ولاتي مع التلفزيونات الله قال كلنا هذا سبي زونا ننسو تمسا سالك عن قاين زاربا حق خوص القايل كايت بني خاص لذي اتي ديمقراسي امريكا ويوروبا زبل وهون بلا على تاريخها اوكي انا بنات اخين كحت نبر مثلا لك انا بلا على تاريخها وحده سبا زونا نو ايكونومي جست ايلوجن واي كامزي نا اخاد اي ناس خمس خوان نبر السيستم نتسب كله اسير وزلي ولا حنت قبر كم زي كل تسب لذي كتزارب تخلي غا تقرر تخلي غا كينو حليف كاجن كل التور هكا السيستم كتو خمس زي تخلي غير تاثير زلي تسب اوروبا يا امريكا زلو ورهكا السيستم دروتي خا homeless could go into Galera because you really need to work at Asraka Sarahalaka, the Antihadamat and Genzeb, Abutan Katazan Alaka, the system, comes to Hanatay. Shipping them hundreds of billions of dollars. Lira was a Chilean American citizen. He was limited his comprehension of an American citizen who has now died in their custody after maltreatment. This is a complicated story because the figure behind it is complicated himself. Gonzalo Lira was a Chilean American citizen. He was living in So, Zabantai Zarabakumalo. حد جازيتني أنا أمريكا، غونزالو ليرا زبال، نشيله ما بقول زلوجن أمريكا وزيجا، أبي أوكرانيا بتوجز جمرلو، كيدو زعباتو كزارب جمير مالتيو، زعباتو بزوج ديجا غونزالو هنزاب زعباتو. Indictment of Lira inside Ukraine, exposed Chilean American sentiment as was things for years now speaking against Ukraine. They cracked down in May of 2023 and. So أبز حلفوان كم استقتلن كم زعتلون تعرفون قديفو. كد مقات مقتالهم ونوع كيكة الوخلو already نفسه دي نجيرو على انتاي أبزي على فيديو ناتو دهان كنري زيد سب أبي أوكرين كلوز قبر فيديو نيرو How grim it was because I had an opinion that went against the narrative and that's why I went to prison and that's why if I'm arrested again I will die in prison so I ask you please as many people as possible The American State Department knows exactly who I am and the situation I'm currently involved in. And they know the fate that awaits me. You know, they have that saying that, that I forget the wording exactly. You know, I'm a little stressed out, as you can imagine, but. Thais Belzalo, already up to good general Zinabarab, Ukraine's Lazinabare, a two good ma gay guy, a Z, a Misrasha, I call, I kill you, Nrasha. ريش راشا اتنيتو زدف ازولو نيتيو زبل نتحق جيلو معلم فرق عالم زاربو زلو والامريكان فرق قوات ديبنا بزحات امريكان التوكينات نيتون امريكان دفيهم زبق قسو خمسخانيهم زعمنو مخنياتو تحق كمو سلزخاني كابتي ابتس عازخب وقال سممع كاووز اي سلزخود زلو لعلو خلو دما نيتو كالصحفة غلي راشا قن نعي سقعت فترة اللي يعلو نيكولارات ناتكم اب افنجاك سقع كله كتبل كلا كسمعي قباك كم نيوكلر باور مخانا تزي نزيد عيسوم أمريكا بدفرت كل جزء قبره زنبرو نس ناينيتو دفيت مخانا توجيهم زنبرو أب مودا تاجن تايز بزلاسو كم زسلة تجارب كوسيدا معسيرة من اللو هجيم فتحهمني كاب يوكرين كوتس يفتن على زا فيديو زي أبي قط حلو كاب يوكرين كوتس نافتن خلو سلزي بزكاء لكم حق جزء نا أمريكا منيسر ده تساوي كا ستيت ديبارتمنت يفلت إيمان مخاني نتاي كم زقات ما نكحق زخم زي دل دمانة جيروي مغنياتو اتو كنت هاتن دسفل نير كوتس او مخالة نيرو بغنزبنا امريكا امزو اقوزا لو يكرين جن منكس امريكا اي دليون نيرو قغتالي زدليون نيرو مالاتيو They have that saying that people are fundamentally good but for evil to triumph all you need is the indifference of good people Please don't be indifferent to my fate I am سبسي تغسي حانت تغسي نقرالو دك سباسي بمسرته حماقات يكونوا تعياتهم دك سبا انت حماق زقبر وحد سب نكعودن نايتم تعيل بزلهم سبات وساند تصق مبال سقطاناتهم سقطاناتهم تعيا سبات نت حماق زقبر سب كم تشاهدون قبره بليز اب قد ايناتي سقاي تبلو تطافوا لينا بلا يزل من زلو اي باكز عزت ask you this very humbly please recognize that the literal death that awaits me if this doesn't work out Understand what's going on. Now, sad to say, he was right. His family notified journalists yesterday Gonzalo Lira died in Ukrainian custody 6 months after being detained after he posted that video. The United States government did zero to get him out, despite banking.
زي دحري شدش تور حنا زي أمس زاربة شدش تور هي حيزوما كابتا هاجر نهانجار جوز كوتس كفتن تهدم يهلي زود دارتا فيديو كابا كوتس كلو حيزوما توم دب ماني تتدوب حلواس لزلو تتحيزو شدش تور تعسيرو أبتسر بيت كم زموته أبز حلفة قد مخلطة سلسة سومن منكس أمريكا بحمي لاي تزاربة جابو أمريكا وزي قايزي بزع برا شو زي قايزي بلالو بوتين سيد أني دو قلو دي بلو بزع بأمريكا وزي قايزي كزارب زي كالي كتحنو ناخالي خلو كتحنو زي كالي بزع با ني يا راجو كمون أبت هوست جيس أب إسرائيل تأثير بزلو أمريكا وين اللوغن عرب سلزو خونو بزع با ما يقدس انترلو وزي تحكينا نزارب زلنا زي أزينا أتوم فبرها أبو كنو الدقية بلنا كنت نكغل لنا سكدا هنكرو نسمعيو rolling the entire regime, and the fact that we could order Zelensky to do whatever we want. It was an explicit choice to allow Lira to rot and die in Ukrainian custody. The State Department confirmed Lira's death to journalists, saying that they, quote, offer our sincerest condolences to the family on their loss. That was it. That's all he got, despite his supposed right for his government to do anything in their power to fight tooth and nail for any citizen wrongly put in captivity in a foreign prison. Lira, with his work, was committing acts of journalism. Let's contrast the silence on the case, for example, to the Russian detention of Wall Street Journal reporter Evan Gersovich. The State Department, the White House, they have rightly protested Evan's unjust detention and frequently raised this in bilateral relations. Sure. Tamasa Sali, Gazetanya, nay, America, of Ukraine, as you look, Zarab Zekale, nay, America, Gazeta Tadgan, Bzaba, nay, America, a Russia to Asurzolo, even Putin comes at Tadgero Malach, Bzaba, says the Malachu, American at Gabanat, Mehba, Limdayu, Abnai Kalot, Eid Itiagan, come Nisamal Aquena, Nahalot, come Madhani. كم أملاح قوينا كم ملأح قوينا عقدة تقبر نتحققن كل جزء بخلتي وجن كريالنا أمريكا تا أزياء قفعت فتصم بزح جبنا فتصم بزح ما فتصم حجر بخم مخانة متن التميديا ناتهم جن عيال لسني نتناك على طري كم متش مجيري زار مالت with Putin again Evan is wrongly detained I do want him out as soon as possible and in his case we are at least certain the White House is actually doing everything in their power to get him out but in the case of Lira they let him rot they did not issue one statement of protest in my research I could not even find an instance of the Biden White House saying his name the reason is simple he committed wrongthink he thought the Russian invasion was justified okay so what his thoughts on a foreign conflict that doesn't affect us is enough for the government to condemn him to death in Ukraine تحركة ديمقراطية free press يو ناتا مسألة لك كتزارب ديمقراطية يوكرين دهرت والكوين كابز على يوكرين كزارب مسألة نديو أمريكا خي نزاي قطعتا كاب كل كات عند خليه تبليا تزي كن كنت كان كلا لنا أجندة نا أمريكا ساعة كن ده يزنبوع مخانو فمسألة سالي تشاينا أبتوا على من يسوق ده توتاينا توم تساتي فنيرو بزعبا قفعي أبتي حد زوبا أبتنا يا سلام زغموطولو زقبر قفعي China human rights abuse تقبر حقر مخانا إلوم كسيسوما أحفرون يمكو بحقي About Xinjiang, we have seen so many fabricated information from different parties. I will give you some basic numbers. Since the establishment of the autonomous region, the Uyghur population has grown from less than 2 million to 12 million now. So the so-called genocide is sheer fabrication and a lie. The average lifespan of Uyghur population has risen. Why, my goodness. After the Baz Hosu was a low, as he كلتي جينوسايد تشاينا فاتيماز بلو فيك نيوز يبلو ما بلاك معينهم حصوتي بلو منه قال معناته تهاجر تزبي كان من اسرع عمد 3 مليون هزبي نير وتي جينوسايد تفاتيم لو تبلو هذا لون لومي 10 3 مليون كاينو لا تزبي لو ابتك زي كان من اسرع عمد توسينا لايف اكسبكتنسي درجه ادميومنا هي وتم من بار 30 عمد نير دخلنا سلاز نبره زترس اجعفنا تشاينا سلاز نبره لومي سبعان حمشة نت بحمش نت بشدشة كمان أمريكان لعلي لا في إكسبكتنس كم زلون غير وما مرة مسجد كمان يالله بزعبا مسجد كزارة بيجي سمعوا ناسلام تو أقل تبعي لي 35.6 years isn't that a best example of how we are safeguarding human rights there عبد الله ربعزيا بتعمي وهاري موم بزعبا هاي منو تاون عصمت كزارة بتوعينا ننفس وقف حمشة 230 هزبي مسلم عاوز له مسجد تغير له ماله يبلا ماله سلازي أبتا زرباتيا انتايلوام حانتي تبقى غير سزاريبوام دعرد ليهم كيتكم رأيوه أبزي تتأكيد كعسر تقزي تمسا سالقو عمقو عمد قام سبايكونا أبتاريقي لوام سبعو مسالات كند تشاينا زغبرية اللان يلوام بقدميهم نسخاتكم كلهم أبزي بناي كالوت مقزعتن شكوانان زهبتنكم هقراتيكم نحناقن بسعرنا نخالي كي قزانا ينانا معبلتها لنا يلوام بقدميهم سزاريبوام وشسترو كوعت وايز اللوام إذا أعطهم نايمورال سبق تقينهم نخالي سبكم هرغلو
It's so sad, but it is what it is. كم جايا حتى نشتري فيديو كباكم يا رب ناي بريزنت سيلز كنسكرينا ذا فيديو زياغن حتى نشتري كفاله كريكم اتا فيري فيري انتريستينج فيديو بزعبا اوروبا زغات من جلو كنا تكرينا The Western powers are increasingly engaged in conflict with Russia and China, and what we're essentially seeing is a new Cold War. However, not every country is being affected in the same way. And Europe in particular is suffering economically from this new Cold War. While the United States benefits, it is essentially destroying Germany's economy. Today, I'm going to be looking at a series of reports that demonstrate how the heart of the German economy, which is its heavy industry, is being devastated by this geopolitical conflict. And Germany is at the center of Europe's economy. So this is going to have significant reverberations across the continent. Germany is officially in recession. Its GDP shrank by 0.3%. So, it is a very low. So, بسانكي جيجا كالكوليشن ميس كالكوليشن كتب كبال زغل استقبره كونتات جرماني ابرسيشن اتياتر هذه كونسي قلتيفة كابو كتوزي كمزي تغلن اتي اندستريال كاباسيتنات ادما لوس تقبره كمزلا حدا كابت مغنية ادما اتي تسعات ناي كابراش ازمات سنبرا سلزتالي واغانا يتسعات دما سلز وسغي جرمان دما تخيك لنيا نعاكر بحزغل مسمر داليا سلزي نبرا تلان بي سلزي نبرا ابتحنا قاوديقا لك كم سخقاتهم كله أمريكا ما حدش إندستري إنفلاشن ريدكشن أكتزبل حقي حقاتاتاتيا كامبانيتات كاب جرمن ني أمريكا تمزين ناي تاكس حجز كم زوهابن بمقبر بزحات كامبانيتات كاب جرمن نا أمريكا كم زخدا جرا and this is كم زمستيرا وحبريتا يكونن كل شبز فلطيو جرمن دما مينستر قطبانا جرمن كأو جميرة لوردي 2 years and it attributes this recession to higher energy costs, weaker industrial demand, higher interest rates, and elevated living costs. The financial press has been warning that German industry is being destroyed, and as Bloomberg put it, quote, Germany's days as an industrial superpower are coming to an end. Bloomberg noted that manufacturing output in Europe's biggest economy has been trending downward since 2017, and it quoted the CEO of a German company that creates machinery for manufacturing, and he said, quote, there's not a lot of hope, if I'm honest. And Bloomberg isolated three particular factors being the main reasons driving the deindustrialization of Germany. One, the US is drifting away from Europe and is seeking to compete with its European allies for climate investment. I'll be speaking about the US government's policies and in particular the trillions of dollars worth of subsidies and tax breaks that the US government is offering through the inflation. So, بحضر زبالة بتي ني طبعا جرمن زربح زنبري داغانا تشاينا بسوفستيكيشن ابو جرمن كم زليت تتكم زنبري كابو كم تزحل جو استراتيجيك مواد درتخمه تبعيلهم مسراشا نداد تباز نبرت كاب اليوم ام تزعبي داغانا توم نجرمن فلا كار اندوسرناتم تشاينا نيرو ابو صبوق سرح نيرو تشاينا صبوق زمنا نيرو كابراشا نداد بحسر وز نيرو راشا داغانا توم نيرو كل التاجر دست هاجرات مساتهم كم زي سرح بمقبر امريكا دما نتن كامبانيتات ناتاب جرمن زنبرا وي كان جرمن كامبانيتات ناب امريكا خيكم ينفسخ قبرو كم تزبلكم زلوغي انفليشن ريدكشن اكت بزبل حد حقتات مقبار جرمن نت اندستريال كاباسيتي ناتات فيا تشاينا جن نلعلي تونچ افزل هاجريا سلازي ني تشاينا ن روسيا كداهم خبلو نبعلوم ابشغرات يمالو ولا تراشه تبهالون ايكونوميكالي كابت تسبيت ناتو وصاي كوينا خمزلا مفلات يدلي زيادة رايخ تحصلكم دلي نشتك كفالنا يرتراخن سمينا هريو نزا فيديو زياد نشتك زارب الله كم اللسي نزيان رياز لنا سك زياد نسمع عبزياء زي قداي زياد قداس نسل زلو لسنا نتعيزنا يو دنونتنا يدخملنا صباح مقو بيدلي شقرات عم إلهي شقرات عم كورو عصن قزياد سلطفي ما أزن تحيز سلطلو أوشت مقان حقرا وقلقلوت انتاين يرو عم تايلو ما بيك خيديو إلقاء فحسب كخيلة لو أبو كلاي سومن أي تسعان أربعة أبو معداش من محدار كثا مسمرة النتيجة تدانا وجوز الجمر زنا بري مدبات هجرة وقولولوت بس لايد ما نتعلم مدبات ما بهي مجلس أنا بزهاب كلو شنش أجد السنة تقطع إيش كان يركا أبز حلف مدرخات كمي متربة ممتصني هنا أنا هجرة وقولولوت مدب أبتي ناي شعور جزي مشعور دنا بروح نتات ونزي تصبينا ونجرون دلو الناس كنا دالهم كلا لما هتقول كلها أبو جزي سلام دتراجعات دلونت يوحسن نفنا بدون أوان مس حد قطعت إذا هم متكلت زار ولا تقول حاجة بجبري دراجعات رجع شيء قرم سمعت إيه شو أتر تبي الكافون كان ترخت تترك ولا نتشجر نتشجر كي مسح ولا تدالي خلوت سنة كلا لك بأمر طري يكون كان تدال ولا بأكلن بودابن وين تدالي خلوت سنة كلا لك عجي أنا ناي هيوت ناي هاجر هلاوين ده هلاوين إيكوجين وين معرف أب كم زد على مسألة أتحساس بعد د تمري مانياتو ببعري تهزبي عند ناتي ناي إذا حلفت مكرون ناي تهزبي تمكرون وتدرنا تجمع دلوا هزبي كونن أو تدرنا تجمع دلوا هزبي كونن ناي حمود تجمع يبلو ناي أمرو تجمع يبلو ولا ناي أكل تجمع من يبلو تهزبي
وتدرنا سي وتدرنا خم قلي نجار توضات علاجن وتدرنا مويا قجف مويا يو الكاس زارا ولو بتاعك أنا مهني أتوقع تنت قادم أب ما يتسب بقعت ندرو نت ندرو قصة لدوقان عجيم هذا قات مسخة تصعبه أو تمسخة تدقى قامن زارا ولو مثل حزبي حزبي بمول أدي ساعة فلو دحنا تناي هاجر وين هاجر هلاوية بحدا موياوي سراوي بروفيشنال ارمي دو وزغل غزي سماو بوهم د حلو الاولى ولات بوهم دو حس ناصنت يلن نفس وكف حزب بعد ما خايف لها بصوت خايف لها بزقون يكون قال اسرارعه كيرها نحور دلو قون كل قود عبو حسنت يلن حقيو مدوب سراويت موياوي سراويت بزتفل علي عودتات ناي اير ناي بحر ناي مدري ناي مكان اي تفل علي الكاتب بالتويل تو دابيد اللي حمرت هذ ليك كل غزي بينو ما هاجر تحنا الرجاجي سراويتكم كله أيه خير وانا تعمر تمسك وانا خبابين يلنكم مسرد هجي نزيفن تدعوا له هزبي قعدت قالوا هزبي نقيه قعدت قالوا هزبي هاجر ناتي هزبي قال حال نفسه قالوا جن مسوها كم زيادة أنا هجي تهاجر أول قلت كم مدى بتريدك وانا بسفحه بزعبا الأولى والنتن دحنا هاجر دنيرة الرأي مسؤول خير دنيرة أول دعوة قاونا أبو هاجر أول قلت واحد كوينه وانا أتو زي تسبينه نايدوبش غراف مس زي تسبينه تسبوا وتحت كم جزيه نام جزيه حم جزيه نام جزيه نتحلى الله خمس مسا كم يقدر نحن نكتره إلا لعل قلبه في زبا ونخات عبتو سلز دنيرة مسؤولها دلونا سلز دنيرنا ناي سسان شو ممكن تسبوا مسيو نايدوب وداي مسيو راجل مسيو وتدرنا عنا بزحية سجمناني ولا وش المسرح نتعلمنا نتمهرنا حيلنا الرابحين بس الناس سان شو ممكن تسب كل التشيح دنيرة نايجرايات وقيل ويانا تواجهوا ويانا تبنجان يروه ويانا خمدين يروه تلقى ذي فلتي الرأيان نتنا يقالوا تزرعات سلد عطوه يتوب الداي نالبات قلت حمد وسيدي لكاوك تزارك تغير تهزب انت هاجرين بين نخمد يوم دعم السلو داي تسبب يوم حتى قاتات خلقات مولو دخيل ناتو بالحطة اللو ناتو حيل اللو سوقين نبوتن نحلو خلو دلو نتكا عاد فلت كتكيلة لكا مس هاجراو قل قلو تأساسي روم كم عولو دلوهم امو داتا تتأميرو تاي دخون سرعة خبرتات باليو سيش تمسي دخون تدم اميرو قابها لخون امو داتا انا سب قابس أن تدمهرو نقرال زيت كبر زيت كبر زيت كبر ناي كبرتات فالي ناي كبرتات بسرعة بويقة بويقة الناس كم سمتة بفنو قلنا سهولة لي تسهولة له نسويت حيل خام وداتا توم كبرتات عتوم يمد زوجها زي كونين زي قبلين زي خم دخونا له أجي زي أم كتاو صم صنحون هجراو ندم الكيات نتفل عليه حد قاتا دلو نتراح حتى الرجاجز أمراوي أكلاوي تنكرها كل جزء أم كتكبر كي تزانة دلو نتراح حتى الرجاجز منتي أبشر دشت أنا تحتات القاعدة أنا ولا تقول أنا مودعة عن تا بناء مودعة أنا ناس الناس بعلاقات ما وينتقص كونها حجرن نسات حجرن هلاوة حجرن كسألنا حجرن سكرات القاعدة زارب تقولها مودعة حيلو سرعة خبرتاتي value system ناي تحمرت أسوي value system أب دمكا أب أكلكا أب نزخات ت ت ت ت ت تسويتو ناتكام سكونه دمر حيلي نايتي خبرتات نه هاجر اوغل غلطن مده هاجر اوغل غلطن نصات حاجه تنشدش تنطبطات شيخو مزخ خرد مصا معناتو كبيغاتاتنا ونمهارنا معناتو مبوقلكا حيلها نتاكا تزانه يبلكم طول غزي سلاز مصا راهوا سلاز مصا طولو خاص سلاز فصمكا اغيلو كل نغر تودي الكا تزانه يبلكم سلازي تي اصلنا مزخ خري ملوتات متحللا ف وغواسات مكياد ادلاي نتو ناويد مصا معناتو سب بحريات الله ناتو حيل ناتو قمنا ناتو بلچاتات ابوتو نالون كله زانه الوانات سلدولو خيزانه انت دبونت كلو خيلالو مهنياتو وخونا مويا وخونا فلتا وخونا سرحت سرحون تزيتا طعم قالو بو بو وان تزي حديث كايو وصيتاونتو تدرت سلدخو زي مدبات هاغرا اول غلوت قرتا سوري اب تاع تاع تاعني عميت كاين زني زتري وازل لهم معبالي انا بريزنت حساب قالك زيون كغتلاه تعمص بوز هنا لبوان حبريتنا سمزنا كل زي قلنا زي خنرخلنا كاب زيرو زي ما زي كونن ويك اب سالي يكون ذيس يور هارد ورك بديسيبلين رئيس اللي هو مرحتي مخا حزبي ليتم معلتن سلسرهيو تشاينا اوشتي 4-5 عامت كاب حاد الدغه بخا مدخ دخ حبرة سب نبزل على الترزي براخنا يمعبالي بس يحزل لا سلزي كل قزي
نتوم قدمي كلت ميت عامات كسرقون كزم تون جميرهم زحبتهم زي كونس نزيوم ناي زخون يخون سب كاي شرقو بزعرو من برهاصو من عبتزل على دراج درجنا معباله دبصحو نعطاتهم كما رايا توسيدنا نعناون حد صبق ابنت كونا نايخل نخبل لي ذا فيديو زمصا زلقو كاب تشاينا وين كاب زحكن مهارو نخلالو نايلو مارس تبزخو دي بليس كوترو لايك غبرو سبورت غبرو ناتكم حاجه زدما اقداسنت الله ونابلكو نايلو مارس تبزخو دي ابكال ارسك سب مرخب دحمكم بلاكم تصبقو ابز علمنا بقلطف حمبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخميك نعوات مخل زبل حتو مجمريا ات تكنولوجينا بيغطي زخيزلو ارتفيشال انتليجنس بلوك تشين كومون روبوتكس ابزيوم عودزي بنيش تيجنزر إنفستخ نقبر جمر نحنا سمارت خين خون غلينا عبطون سمارت سباد شرح لزلو إنفستقرنا جنزبنا جن مسأتون كن عبن خي إذا حدا بسول نبلحن من قديم كالاي عبتزلنا وان انتايا اللوز عبزولو رينا نعوك حق زناز غل مزحف تديو كورسات ديو كنوسد تنبقاس لنا تكنولوجي نخلو بناتا بقليلو كم ترحبون جيرو كاسلو زلو هذا غملو سالس